نرجع نمسي عليكم بالخير والسعادة ونقول لكم يا أهلاً بالمنتجات الرهيبة اللي بتنتظركم. عالمكم بدأ لكم اليوم بمنتجات جداً جميلة. لا تفوتوا تغطيتي اليوم. وقبل لا أبدأ أذكركم أنه التصوير من داخل فرع المدينة المنورة. يلا تعالوا نبدأ التغطية اللي كلها حماس وكلها منتجات بتاخذي العقل. نبدأ تغطية اليوم بالجمال هذا اللي واصل لنا بقسم التحف، محبين للتنسيقات والإبداع فيها، ومحبين أنكم تضيفوا أجمل الديكورات سواء ببيتك أو حتى حابة أنك تضيفيها بالهدايا. وفرنا لكم الريش الصناعي اللي يجيكم بألوان جدا لطيفة، ما بين الألوان الغامقة وما بين الفاتحة وما بين اللي تجيكم باللون السماوي والوردي. طبوا اختاروا اللون اللي بيعجبكم، والأحلى من كذا شايفين كيف تجيكم جمالها. راح تاخذوا في المجموعة 5 أغصان تجيكم طويلة بقيمة 5 ريال و75 هللة. مو بس كذا، حتى تشكيلة الوردي اللي قبل حبيتوها رجعنا وفرناها لكم ب3 ألوان. شايفين معايا جمال الأبيض هذا، وعندكم الأبيض السادة، متوفر اللون الأحمر. والأحلى من كذا أنه داخل الباقة 5 وردات بقيمة 5 ريال و75 هللة. مرة حتكون إضافة جميلة للهدايا، أو حتى إذا حطيتوها بفازة بهذا الشكل على المداخل أو في الصالة. تلبية رغباتكم رجعنا وفرنا لكم أحبال الورد الجميلة هذه اللي تجيكم بأكثر من لون مختلف. حابين تستخدموها لتنسيقاتكم أو حتى الإضافات جميلة، عندكم أكثر من درجة مختلفة من الألوان. تقريبا طول الحبل اللي يجيكم متر تاخذوه بقيمة 5 ريال و75 هللة. نحب نبدع لكم ونميزكم بأجمل القطع اللي بتحبوها. تشكيلة جديدة من الصناديق الخشبية والبوكسات الخشبية بالغطاء الإكريليك اتوفرت من جديد. شوفوا معايا جمال الألوان وجمال التفاصيل. وغير كذا شوفوا معايا برضو الأسود، عندكم هنا البني أكثر من درجة مختلفة، تقدر تقدمي فيها ضيافتك، تقدر تستخدميها للبخور، وبرضو تقدر تستخدميها أنك تحط فيها التمر. استخدامات واسعة ومختلفة، ورح تاخذوها بقيمة 5 ريال و75 هللة. رح تاخذوا القطعة بنفس السعر السابق. هذه التشكيلة أقدر أسميها إنها التشكيلة الملكية. شوفوا فخامتها كيف تجيكم، وبالذات ألوانها حكاية ثانية. تقدروا تقدموا فيها هدايا للي بتحبوهم، وغير كذا كمان تقدروا تستخدموها في المجلس للضيافة. للتقديمات المتنوعة والمميزة، إيش رأيكم بالقطعة المعدنية هذه؟ حجمها جدا جميل، وبالذات إنها تجيكم وسط، تقدروا تقدموا فيها المقليات أو حتى أنواع مختلفة من الحلى. هنا عندكم تشكيلة حلوة ومميزة، الأكواب البايركس أو الأكواب الحرارية توفرت عندنا بشكلين مختلفة. تقدروا تعملوا فيها مشروباتكم الباردة أو الحارة، أو حتى إذا حابين تعملوا فيها القهوة أو العصيرات. شوفوا الأحلى من كذا إنها فيها جهتين للشرب ما بين حقة المصاص وما بين الشرب العادي. راح تاخذوا الكوب بقيمة 5 ريال و75 هللة. والتشكيلات الجميلة والبسيطة ما زالت مكملة معانا من اللوبات. شوفوا معايا هذه الأشكال مرة حلوة، وتجيكم سهلة التنظيف بأكثر من لون ما بين هذا الشكل الفضي والذهبي، وعندكم هذا الشكل بلونين مختلفة. أما الدائري أشكاله من أجمل المنتجات اللي بتسهل عليكم وتساعدكم وتفك أزمات. وفرنا لكم هذه القطعة حقة القلي، طبعا استخداماتها مختلفة، تقدر تستخدموها للبطاطس، تقدر تستخدموها حتى للحلى. راح أعرض لكم صور توضيحية، قطعتين بالمجموعة وبقيمة يا بلاش. بما أن الآن الشتاء وأغلب الأطباق اللي بنعملها الشربة، إيش رأيكم بهذه الملعقة لو أخذتوها إضافة جميلة لسفرتكم؟ طبعا تجيكم بنوع الخشب آمن وصحي، عندكم الشكل هذا وعندكم الثاني للغرف. المجموعات اللي بحبوا يعملوا حلى ويبدعوا بأنواع الكيك أو حتى الأسر المنتجة، شوفوا معايا تنوع هذه المجموعات عشان تزين الكيك والحلى أكثر من مجموعة مختلفة، حتى اللي تقدروا تشكلوا فيها أشكال متوفرة. نفس القسم توفر معانا قالب الكيك المفاجآت اللي يجيكم بهذا الشكل. أقدر أقول لكم تعالوا الحين وأنتم مطمنين وخذوا أجمل الأشكال اللي بتعجبكم. كل اللي بتحتاجوه بتلاقوه تحت سقف واحد. شوفوا معايا برواز المكيف بأكثر من شكل وفرنا لكم ما بين الأسود والأبيض بهذه التفاصيل، وعندكم هنا شكلين مختلفة. راح تاخذوا القطعة أو المجموعة ب5 ريال و75 هللة. بالجمال وتفاصيل الماربل الأنيقة أو التشكيلة الدخامية، عندكم هنا الصواني الخشبية بلونين مختلفة وفرناها لكم، تقدر تستخدموها لضيافتكم وتقدر تستخدموها لتقديم المشروبات. طبعا تجيكم مربعة بالحجم الكبير، رح تاخذوها بقيمة 5 ريال و75 هللة للقطعة.
قلبي رغباتكم وفرنا لكم الحجم الكبير من الصواني الخشبية اللي تجيكم بهذه التفاصيل، وغير كذا تقدروا تاخذوها كطقم مع بعض، وتقدروا تاخذوا القطعة اللي بتعجبكم، ورح تاخذوا الحبة ب5 ريال و75 هللة. الوعد معاكم بأنه منتجاتنا الجديدة والفخمة رح تعجبكم أكثر وأكثر. مروا على قسم الأكواب، شوفوا جديدنا من بيالات الشاي اللي موفرينها لكم بألوان مرة حلوة، ما بين العودي ما بين اللون الأخضر، وشوفوا معايا جمال الكحلي، عندكم الكحلي والأسود تفاصيلهم جدا حلوة، وبالذات عندكم كمان اللون التيفاني. رح تاخذوا الكاسة مع الصحن وبقيمة 5 ريال و75 هللة. الجديد والجميل مستمر معانا، شايفين معايا أكواب السيراميك الحلوة هذه تجيكم بتفاصيل جدا متنوعة ومختلفة، والأحلى منها إنها سيراميك مع الغطاء حقها، تقدروا تستخدموها للمشروبات الدافئة وحتى للقهوة. وهذه التشكيلة بس العشاق القهوة التركية، وينكم عن هذا الجمال. طبعاً هنا عندكم تشكيلة جديدة من فناجين القهوة تجيكم بالصحون الجميلة هذه، وأكثر من لون مختلف لكم حرية الاختيار، رح تاخذوها قطعة ولا طقم كامل وبقيمة يا بلاش. وخلوا قطع الحماية علينا، شوفوا معايا جمال هذه القطعة اللي موفرينها لكم، اسفنجية تجيكم من مسكات الباب، جدا حلوة للي عندهم أطفال، طبعا متوفر أكثر من لون، وكل مجموعة فيها قطعتين وقيمة 5 ريال و75 هللة. وإيش رأيكم بالقطع اللي أنتم بتحتاجوها؟ بتلاقوها بعالمكم الجميل، شايفين معايا هذه القواعد وهذه الأرجل اللي موفرينها لكم، تقدروا تستخدموها للثلاجات وللغسالات، والأحلى من كده إنها تجيكم مانعة للإنزلاق وقوة الثبات فيها جدا عالية، وتقدروا أيضا تستخدموها للأدوات الكهربائية الثانية. داخل هذا العبوة 4 قطع وقيمة 5 ريال و75 هللة. استكمل تغطيتنا مع بعض من قسم السيراميك، وشوفوا معايا هالقطعة الحلوة اللي توفرت عندنا بالقسم، حابين انكم تعملوا سفلي او حلا، او حتى انكم تقدموا السلطات بزبديات جميلة وانيقة، تعالوا خذوا هذه المجموعات ولا غلطة. عندكم اللون الذهبي بياخذ العقل لو قدمتي فيها حاجات لضيوفك، وعندكم الالوان الثانية، طبعا هي شكلين ما بين هذه اللونين وما بين الشكل الثاني اللي يجيكم بالاطراف البيضة، وكلها سيراميك. جديد والفخامة شعارنا، صواني التقديم أو صحون التقديم الجميلة هذه الذهبية الإكريليك وفرناها لكم بتشكيلة جديدة، انتوا شوفوا معايا الأشكال واحكموا بنفسكم، تقدروا تستخدموها على طاولة السفرة، تقدروا تستخدموها لتقديم الضيافة، وبرضو استخداماتها واسعة ومتنوعة وألوانها متعددة. أكيد جلساتكم والإضافات الجميلة في الغرف أو في الصالة ما بتحلى إلا بالإضافات الحلوة، أبيض وذهبي ولا أسود الملكي بالذهبي، إيش رأيكم بمجموعة الخداديات الجميلة هذه اللي وفرناها لكم؟ أنتوا عارفين برا بكم، وعالمكم الجميل وفرها لكم بأقل سعر ب5 ريال و75 هللة للقطعة، تعالوا أنتوا اختاروا الأشكال بنفسكم لا تفوتوا التشكيلة المتوفرة. ارحبي ارحبي يا الذربة يا الكايدة يا النادرة يا الدولة المستقلة، ارحبي في ذمتني صادقة. بسم الله عليكم بالرحمن الرحيم، عليكم ذكر الله، بسم الله عليكم ما شاء الله تبارك الله، بسم الله عليكم بسم الله عليكم، هذه آخر مرة لكم، تراكم زي